الأقصى الآن هو في صعوبة وهو يتعرض لاعتداءات المستوطنين والمتطرفين، وتدعم هذه الاعتداءات الحكومة الإسرائيلية، ولكن بالتأكيد تصميم أبناء شعبنا الفلسطيني على الوقوف دائماً في وجه كل الاعتداءات على المسجد الأقصى سيفشل كل هذه الاعتداءات وسيفشل كل هذه المحاولات وكل هذه المخططات الرامية للنيل من المسجد الأقصى وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى. في رسالة للعالم الإسلامي من هون من مكة؟ نعم، رسالتنا للعالم الإسلامي من مكة التي يجتمع فيها كل حجاج العالم الإسلامي في وحدة واحدة ليؤدوا هذه الفريضة، عليكم أن تتوحدوا لحماية المسجد الأقصى الذي يشكل الجناح الآخر للمسجد الحرام، والمسجد الحرام والأقصى يجتمعان في معجزة الإسراء والمعراج التي تمثل عقيدة كل مسلم في هذا العالم. وبالتالي رسالتنا لكل المسلمين حكاما ومحكومين دولا وشعوبا أن يتضافروا ويتعاونوا لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وإفشال كل ما يمكن أن ينال من قدسية وحرمة المسجد الأقصى المبارك.